في حلقتنا برنامج ملتقى الصغار معنا فقرات متنوعة، لكن خلونا في البداية بعد ما قدمنا التهنئة الجميلة أرحب بمذيعات المستقبل، أرحب بصديقات اللي راح يكونوا معي إن شاء الله في البرنامج. عندنا شيماء الحمادي وأيضا بشرى حبيب وابتهال غازي. على فكرة العيد قد يكون عندكم عيد يوم واحد، لكن أنا عندي ثلاث أعياد بسبب وجود المذيعات الحلوات اللي معي اليوم. وصلنا الحين إلى فقرة المسابقات، طبعا فقرة المسابقات حماس وجد ولعب. بعد وصلنا للفقرة الثانية، وخلينا أول شيء نتعرف على الحلوين الموجودين هنا. نتعرف على الحلوة اللي لابسة الزي العماني والذهب. الله، كل عام وانتي بخير. والظاهر ان الكل اللي موجود معنا ما يدخر، يعني ابدا فلوسه ما يحطها على طول، ما شاء الله صار فيه الفلوس. يعني نتكلم عن امنيات العيد، يعني في العيد اكيد كل واحد يكون له امنية يتمنى يحققها يعني في كل عام. طبعا قبل ما نبدأ المسابقة احب اعيدكم بمناسبة العيد واقولكم كل عام وانتو بخير. كان بالنسبة للعيدية تروح كلها في العيود، وأيام أول العيود كان في منطقة مسقط في الطويان، وأيضا عند المطار القديم. فما أعرف الحين بالنسبة للأطفال الموجودين وين تودوا فلوسكم، فلوس العيدية يعني. الحين أعتقد وصلنا في النهاية. أعتقد وصلنا إلى نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين. أحبائي الأطفال، باي باي، مع السلامة، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعود عليكم بصحة وسلامة. العيد إن شاء الله دائما بخير. مع السلامة. باي باي. باي باي، مع السلامة.